اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله من تلفزيون دوله الكويت وقناه كويت سبورت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم سي في. اليوم ان شاء الله راح يكون معنا احد نجوم الكره الانجليزيه، وتحديدا نادي مانشستر يونايتد. هذا النجم له صولات وجولات في الملاعب الانجليزيه والملاعب العالميه، حقق الكثير من الانجازات على مستوى نادي مانشستر او حتى مع المنتخب الإنجليزي. خلونا بداية نتعرف على نجم هذه الحلقة. بوبي تشارلتون، النجم الإنجليزي، الأسطورة، أسطورة مانشستر يونايتد، صاحب الإنجازات والألقاب، اللاعب اللي مميز كان مع مانشستر يونايتد وأيضا مع المنتخب الإنجليزي. هذا اللاعب كانت بدايته في عمر 15 سنة، كان يمكن يمارس كرة القدم من خلال المنطقة اللي كان يسكن فيها، لكن بالفعل كان هناك أحد كشافين مانشستر يونايتد وهو جو أرمسترونغ، شاف هذا اللاعب واقتنع بإمكانياته، وبالفعل وقع معاه فريق مانشستر يونايتد عقد في بداية 1953، رغم تردد والدته اللي ما كانت تود أن ولدها يتجه إلى ممارسة كرة القدم، لأن كانت تعتقد أنه يذهب إلى التعليم أفضل من كرة القدم. لكن بالنهاية بوبي تشارلتون استطاع أن يقنع والدته، وبالفعل بدأ في ممارسة كرة القدم، وأيضا اتجه إلى التعليم في تحديدا في الهندسة الكهربائية إرضاء لوالدته. وبالفعل كان أول عقد لفريق للاعب بوبي تشارلتون مع فريق مانشستر يونايتد، وأصبح لاعب محترف مثل عمه اللي كان يلعب في فريق ليدز يونايتد. وبالفعل لعب تشارلتون تحت قيادة المدرب التاريخي ليونايتد مات بيسبي، اللي حقق الكثير من الإنجازات، واللي أيضا أنصحه في نفس الوقت أنه أيضا يلتحق بالجيش الملكي، وقد فعل بالفعل وسمع هذه النصيحة في عام 56 ليخدم أكيد في الجيش الملكي البريطاني. وبالفعل عام 58 أصبح لتشارلتون مكان أساسي في فريق مانشستر يونايتد، وكان يعني بالفعل عنصر أساسي لتحقيق الإنجازات لأكيد الشياطين الحمر. بالفعل استمرت هذه الإنجازات وكانت له أرقام أيضا قياسية لهذا النجم. خلونا نتابع بعض اللقطات لبوبي تشارلتون. بوبي تشارلتون مثل ما ذكرنا لكم اسم لمع بشكل كبير مع فريق مانشستر يونايتد، وبدأ مسيرته من 56 حتى 73، لعب مع فريق مانشستر يونايتد 606 مباريات، سجل 199 هدف، وأيضا انتقل 74-75 إلى فريق بروستون نورث الإنجليزي، وفي 76 لعب أيضا مع واتفورد، و78 لعب مع نيوكاسل يونايتد، وأيضا في 80 لعب مع فريق بيرت أزوري، وفي 80 كانت المشاركة الأخيرة له مع فريق بلاك تاون سيتي، ولعب مباراة وحيدة فقط مع هذا
الفريق، وكان له أكيد إنجازات كبيرة. أيضا لعب مع المنتخب الإنجليزي من 53 حتى 60 في جميع المراحل السنية، ومن 58 حتى 70 مع المنتخب الإنجليزي الأول لعب 106 مباريات وسجل 49 هدف. الألقاب اللي حققها بوبي تشارلتون، حقق كأس العالم مع منتخب إنجلترا في 66 بعد الفوز على المنتخب الألماني، وحقق الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد 3 مرات، حقق دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة 68، وأيضا كأس إنجلترا مرة، وحقق الدرع الخيرية 4 مرات، واتجه للتدريب يعني فترة بسيطة من 73 حتى 75، درب فريق بريستون نورث إند الإنجليزي. بالفعل يعني إنجازات كبيرة لهذا النجم الكبير، ويمكن أبرزها أكيد كانت كأس العالم 66 مع المنتخب الإنجليزي. لقطات لبوبي تشارلتون ثم لنا عودة. من أبرز الأحداث اللي مرت في حياة بوبي تشارلتون اللي هي حادثة سقوط الطائرة اللي كانت تقل فريق مانشستر يونايتد في البطولة الأوروبية. هذه الحادثة كانت حادثة مأساوية سنة 1958 بعد مباراة نصف النهائي في دوري في البطولة الأوروبية اللي لعبها مانشستر يونايتد في بلغراد. أقلعت الطيارة من بلغراد إلى إنجلترا، لكن في نصف الطريق نزلت إلى مطار ميونخ حتى ترانزيت وتزود بالوقود، لكن مع نزولها نظرا للأجواء السيئة اللي كانت في ذاك اليوم والجليد اللي كان مغطي المدرج، مع نزول الطيارة سقطت الطيارة فانزلقت 200 ياردة واصطدمت بالمطار الداخلي لميونخ، فانتهت بكارثة مأساوية وتوفي 22 شخص من فريق مانشستر يونايتد. وقتها كان بوبي تشارلتون متواجد مع الفريق وأصيب بإصابات بليغة، إلا أنه يعني تشافى ونجا من هذا الحادث. والليلة اللي كانت بالفعل ليلة مشؤومة على فريق مانشستر يونايتد، وبالفعل هذه كانت من أبرز المحطات في تاريخ بوبي تشارلتون. وبعد يعني هذه الحادثة واللي يعني نجا منها بوبي تشارلتون، استمرت مسيرته مع مانشستر يونايتد، وفي عام 68 حقق البطولة اللقب الأوروبي مع فريق مانشستر يونايتد، وكانت هذه البطولة الأميز بالنسبة لبوبي تشارلتون بعد هذه الحادثة اللي أنهت حياة كثير من لاعبين فريق مانشستر يونايتد. وأكيد
كان إنجاز مميز لبوبي تشارلتون. أيضا إذا بنتكلم عن الإنجازات الفردية، بوبي تشارلتون فاز في البالون دور الكرة الذهبية 1966، وفاز أيضا بالكرة الذهبية لكأس العالم في 66، ولاعب العام في إنجلترا أيضا في موسم 66، وأفضل لاعب في أوروبا في 66. يعني موسم 66 كان 1966 سنة خير وسنة مميزة لبوبي تشارلتون اللي حقق فيها 4 ألقاب فردية، وأيضا اختير من ضمن تشكيلة الفيفا الكبرى في 94 للنجوم على مر التاريخ، وأيضا ضمن قائمة الفيفا 100 اللي نجوم في كرة القدم، وحقق أيضا وسام الاستحقاق الإنجليزي في 74، وكان ضمن تشكيلة القرن في الدوري الإنجليزي، وأيضا أسطورة من أساطير الاتحاد الدولي للإحصاء. ويمكن يعني هذه إنجازات فردية لبوبي تشارلتون اللي قدم الكثير لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي. احنا وصلنا للختام، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة. غدا إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم سيفي. مع السلامة.